بالإمكان سؤال أي طبيب وخصوصا الجراحين منهم عن الأشياء التي من الممكن إيجادها ضمن أجسام البشر، وسيكون الجواب غالبا طفيليات كالديدان مثلا وأورام من مختلف الأنواع، لكن ذلك لا يعني خلو الأمر من الأشياء الغريبة في بعض الأحيان. هنا نذكر 7 من أغرب الأشياء التي فاجأت الجراحين بوجودها ضمن أجسام البشر. أولا، كرة عملاقة من الشعر. في العام 2007 أتت فتاة في 18 من عمرها إلى مركز جامعة راش الطبي راش يونيفرسيتي ميديكال سنتر وهي تشكو ألما حادا في منطقة البطن، بالإضافة إلى خسارتها حوالي 17 كيلوغراما من الوزن وحالة قيء مستمرة، بعد أن أظهرت صورة رنين مغناطيسي كتلة داكنة كبيرة في معدتها. قرر الأطباء إجراء جراحة لإزالة هذه الكتلة. عند إجراء الجراحة كانت المفاجأة بأن الكتلة كانت كتلة كبيرة من الشعر المتراكم والملتف حول بعضه، حيث كان طول الكتلة يزيد عن 30 سنتيمترا ووزنها يزيد عن 4 كيلوغرامات. عند البحث أكثر في الموضوع تبين أن الفتاة تعاني من حالة تدعى بتريكوفوجيا، وهي حالة تسبب لمصابين بها رغبة شديدة في مضغ شعرهم، وكون الشعر لا يتم هضمه فمن الممكن أن يعلق في الأحشاء ليتراكم لاحقا ويكون كتلة متزايدة في الحجم. ثانيا، دودة دماغية. ما الشيء الذي من الممكن أن يخيفك عند معرفتك أنك غير مصاب بورم دماغي؟ ربما دودة طفيلية، وهذا ما حدث مع روزيميري ألفاريز التي تم إدخالها إلى مشفى أريزونا بعد أن كانت تشكو من خدر متكرر ورؤية مشوشة. بعد إجراء الفحص والصور اللازمة شخصت الحالة بأنها ورم دماغي وتم جدولة عملية جراحية لإزالته. عند إجراء العملية وبعد فتح جمجمة المريضة وجد الجراح شيئا مختلفا تماما عما توقعها، فالورم الذي كان التشخيص للحالة لم يكن سوى دودة طفيلية عملاقة بطول عدة سنتيمترات. الغريب بالأمر أن هذه الدودة لم تكن نوعا جديدا من الطفيليات التي لم يصادفها الأطباء مسبقا، بل كانت مجرد دودة شريطية عادية وعادة ما تعيش في الأمعاء الدقيقة، لكن في هذه الحالة وصلت إلى الدماغ. تنتقل الديدان الشريطية عادة عن طريق تناول اللحوم المواشي الغير مطبوخة بشكل جيد، لكن وفقا للأطباء فهذه الحالات التي تصل فيها الدودة إلى الدماغ عادة ما ترتبط بوصول فضلات بشرية أو البراز مصاب إلى طعام المريض. كيف وصل ذلك إلى المريض هنا؟ لا يوجد معلومة مؤكدة، لكن من المرجح أن الانتقال أتى عبر طعام شوارع من طاه دون معايير نظافة سيئة جدا. ثالثا، معدات جراحية بطول 25 سنتيمتر. بعد عمل جراحي كبير على رجل بالغ من العمر 57 عاما من ألم شديد في منطقة الجراحة، عند شكواه من الألم للأطباء طمأنوه بكونه شيئا طبيعيا بعد عمل جراحي كبير، لكن مع استمرار الألم قام الرجل بمراجعات متعددة للمستشفى دون أن يلقى أي إصغاء من الأطباء الذين عزوا الأمر إلى حالة نفسية وأحالوه إلى طبيب نفسي ليساعده في تخطي الألم. بعد مرور عامين لم يتعافى خلالها المريض من الجراحة، وبعد إلحاح جديد من إبنة المريض وإشارتها إلى شيء غريب بارز تحت الجلد مكان الجراحة، قبل الأطباء إجراء فحص أشعة مقطعية للمريض، وهنا كانت المفاجأة عندما عثروا على مبعدات جراحية Medical Retractors تستخدم عادة لإبقاء الفتحات التي يحدثها الجراحون مفتوحة لتمكنوا من إتمام العملية. الأداة كانت بطول يزيد عن 25 سنتيمترا وبقيت لعامين كاملين ضمن جسد المريض. قد تبدو هذه الحالة خطأ جراحيا معزولا أو حالة فردية، لكن في الواقع أن مثل هذه الأخطاء تحدث بشكل متكرر، ففي عام واحد فقط تم نسيان 722 أداة جراحية ضمن أجساد المرضى في إنجلترا وحدها. رابعا، جنين داخل رجل. لا تعتبر الطفولة مرحلة سهلة للأطفال ذوي الانتفاخات البطنية الكبيرة، فهناك نكت لا تحصى من نوعين هل أنت حامل أو هل يوجد جنين في بطنك، لكن المفارقة تكمن عندما يكون الكلام الساخر هذا حقيقيا نوعا ما. الحالة هنا هي لرجل هندي من مقاطعة ناجبور أو ناكبور
فمنذ الطفولة عانى هذا الرجل من انتفاخ كبير جدا في منطقة البطن بشكل لا يتناسب مع باقي جسمه، حيث لم يكن يعاني من البدانة. استمر الوضع هكذا حتى بعد أن تجاوز 30 من عمره، حيث أسعف في إحدى الليالي إلى المشفى وهو يعاني من ضيق في التنفس وآلام مبرحة. عند معاينة الأطباء له سارعوا إلى محاولة إزالة ما اعتقدوا أنه ورم ضخم، لكن بعد فتح بطنه وجدوا بدلا من الورم جنينا متكونا جزئيا ضمن جسم الرجل. بعد دراسة الحالة بشكل أكبر تبين أن الجنين هو توأم الرجل عندما كان جنينا في رحم والدته، وقد عانى من حالة نادرة تدعى فيتوس إنفيتو، تتضمن أن أحد الجنينين خلال مراحل نموهما المبكرة في الرحم يبتلع إنجاز التعبير، بحيث ينمو الجنين الثاني ضمن الأول، ومن الممكن أن يستمر في الحياة لاحقا معتمدا على مغذيات يأخذها من المضيف، لكنه لا يستمر في النمو. رغم أن هذه الحالة نادرة جدا، يوجد 90 حالة موثقة في التاريخ الطبي، فهي ما تزال مخيفة بشكل كبير جدا. خامسا، شوكة في الرئة. عندما تستمر حالة السعال الشديد لفترة طويلة جدا مثل سنتين، فلا بد من إدراك أن شيئا ما يجري بشكل خاطئ جدا. الحالة هنا لرجل أمريكي باسم جون مالي، كان يعاني من حالة سعال شديد تصل به في بعض الأحيان إلى أن يتوقف عن التنفس ويتحول للون الأزرق ويفقد الوعي. بعد مراجعة العديد والعديد من الأطباء من دون فائدة، حتى أن أحدهم اقترح إزالة رئة الرجل بشكل كامل كونه الحل الأسهل، وصلت الحالة أخيرا إلى طبيب أكثر تعقلا، وجد أنه من الأفضل إدخال كاميرا إلى رئة الرجل لمعرفة ما سبب المشكلة. عند إجراء ذلك كانت المفاجأة وجود شكل شبيه جدا بشوكة الطعام هناك. بعد إجراء جراحة تم فيها إزالة هذه الشوكة البلاستيكية، ظل التساؤل قائما حول كيفية وصولها إلى هناك. ويبدو أن التفسير الوحيد لدى جون كان أنه يتناول المأكولات السريعة بسرعة كبيرة، وإلا فلماذا سميت سريعة وفق تعبيره؟ ويبدو أن إحدى وجباته كانت سريعة كفاية لتنكسر الشوكة ويبتلع رأسها ليستقر في رئته مسببا كل هذه الأمراض. سادسا، 30 مغناطيسا. ليس خفيا على أحد أن الأطفال يضعون كل ما يقع أمامهم في أفواههم، ولذلك فليس من المستغرب أن يبتلع الأطفال من حين لآخر قطعا نقدية أو قطعا صغيرة من البلاستيك. الحالة هنا كانت لطفلة في 8 من عمرها في ولاية إنديانا الأمريكية، أدخلت المشفى بعد معاناتها من الآلام المبرحة في منطقة البطن. على عكس الحالات المعتادة، وجد ضمن أعضاء الطفلة الداخلية حوالي 30 مغناطيسا وقطعة معدنية. هنا من المهم تذكر أن المغانط ستنجذب مع بعضها حتى لو كانت في أعضاء مختلفة من الجسم، وهذا ما كاد يودي بحياة هذه الطفلة. وفقا للطفلة فقد تناولت هذه المغانط والقطع المعدنية لأنها ظنتها حلوى فقط. سابعا، مجموعة من أدوات المائدة. عندما تدخل المرأة تبلغ 52 عاما من العمر المشفى وهي تشكو ألما في البطن، هناك عدة أشياء قد تخطر للأطباء، فعدا عن القرحة أو التسمم هنالك العديد من المسببات لآلام البطن. الشيء الذي لم يتوقعه الأطباء عند معاينة هذه المواطنة الهولندية هو الكتلة الكبيرة الكثيفة التي ظهرت في صور الأشعة السينية. المفاجأة الأكبر كانت عندما قاموا بإجراء الجراحة لإزالة هذه الكتلة، فقد وجدوا ما يزيد عن 78 ملعقة وشوكة ضمن معدة المرأة، وقاموا بإزالتها واحدة تلو الأخرى. الحالة هنا تدعى بيكا، وهي ما يدفعنا لمحاولة أكل الأشياء التي لا تعد طعاما لاستكشافها، لكن المعتاد أننا نتعدى هذه المرحلة مع تعدينا للطفولة. المثير للاهتمام هنا وجود دراسة تقول أنه حوالي 9% من النساء الحوامل يمرون بمرحلة بحيث تتولد لديهم رغبة في تناول الجوامد. It's caught in the crossfire.